شكرا على الاستضافة. في البداية ديما المفهوم في الفلاحة البيولوجية ديما هو مفهوم شامل، ديما أول حاجة تجي لذهن المستمع ولا الفلاح ولا المستهلك فلاحة بيولوجية هي فلاحة خالية من المواد الكيميائية المصنعة. فرصة باش نزيد ونعرفوا بالفلاحة البيولوجية مفهومها اللي هو ما يقتصرش كان على عدم استعمال المواد الكيميائية، اللي هي ما فلاحة عندها ميزة متاحة شنو مقارنة بالفلاحات الأخرى، اللي هي فلاحة مقننة عندها كرة ست شروط. هذه مفهوم تفاح بيولوجية اللي هي مراقبة من طرف هياكل خاصة تعنى بمراقبة الفلاح وباش تعطيه في آخر المطاف معناتها شهادة. الشهادة هذيك هي عبارة على جواز سفر للمنتوج نتاعو في الأسواق الداخلية والخارجية. مفهوم فلاحة بيولوجية معناتها يعتمد على أربع مبادئ عامة دولية اللي هما أربع كلمات معناتها بسيطة ولكن المفهوم تاعهم عميق. أربع كلمات الصحة البيئة العدالة الحذر. فما ثلاثة قطاعات واعدة في تونس، فما الإنتاج النباتي ودرسات شروط الإنتاج النباتي. كي نقول إنتاج نباتي احنا في تونس معروفين بزيت الزيتون، إنتاج نباتي بصفة عامة خضروات حبوب أعلاف. وفما الإنتاج الحيواني بيولوجي معناتها قفت المستهلك ما فيهاش كان زيت زيتون، فيها زيت لازم بيض بيولوجي، لحوم بيولوجية، دجاج بيولوجي، عنده كراسات شروط خاصة بالإنتاج الحيواني. التظاهرة هذه هي بادرة معناتها توا السنة الثالثة على التوالي، كل عام ولينا نعملوا نظموا يوم الأب مفتوح حول الفلاحة البيولوجية. الغاية الأساسية منها هو في الأسبوع هذا وفي اليوم هذا تحسيس أكثر ما يمكن الفئات العمرية الكل. احنا نأطلوا نمضيوا الأساليب الإنتاج بالأساس، فما فلاحة فما زيادة منظمة للفلاحين ومن الساو زادة هي مبادرة باش نحسوا بقيمة المنتوجات الغذائية والقيمة الصحية نتاعها البيولوجية عبر المستهلكين. دونك فما ثلاثة فئات نلخصهم: الفلاحين والمستهلكين والأطفال الصغار. البرنامج هو معناتها متنوع، حاولنا نمسوا كامل الجوانب معناتها. فما مثلا باش ننشطوا اليوم هذايا عملنا مسابقة تصميم صورة مجسمة لأسس ومبادئ الفلاحة البيولوجية. فما فضاء عرض الهياكل المساندة للمشاريع الفلاحية البيولوجية، هذه شنو تمس الباعثين الشبان. حتى احنا في فضاء في شتمان فما معهد تعليم عالي فلاحي، فما طلبة يزودونا متخرجين على أبواب التخرج، ماذا بيهم نشوفوا نماذج من مشاريع فلاحية ناجحة في الفلاحة البيولوجية. فما فضاء عرض المدخلات البيولوجية، هذه مثلا في حلقة الإنتاج ديما يركزون الفلاحة على التعريف بالمدخلات مستلزمات الإنتاج، شنو المواد المسموحة في التسميد في الحماية. فما شركات اتصلنا بهم وحاولنا اللي بإمكانه يجي في الفضاء هذا ويعرض المنتوج متاعه كمدخلات بيولوجية باش يعرف بها. فما عنا زيادة ضيعة التجارب في شط مريم، فما ضيعة تجارب على مات على ملك المركز الفني في الفلاحة البيولوجية. فما زراعات بيولوجية وإنتاج الكومبوست مثلا هذا المستثمر. زاد ما نساوش باش نمسوا المستهلك ونزيد نحسوه بمنافع الفلاحة البيولوجية، فما حس التذوق المنتجات البيولوجية هذه الناس الكل تحبتها. المنتوج معناتها طبيعي، النمو نتاعو طبيعي، عنده المذاق الطيب، هذه هي نحب نوصلوها للمستهلك. كي نحسوه بالطريقه هذه يولي يقبل عليها، يولي الفلاح يتشجع باش ينتج. هذه هي حلقه كامله بالمناسبه، هذه ماذا بينا كي الزوار يجونا نشجعوا المنجي يلقاو فضاء بيع باب مفتوح في البيولوجي هذه باش يكون تحت اشراف السيد الوالي والسلطات الجهويه. انا ما تنحبوا احنا نحسوهم زاد السلطات الجهويه باش يعاونونا يد المساعده مع بعضنا. احنا نعرفوا اللي في سوسه وكولايات اخرين عندهم القطاع السياحي السياحة النجم، زاد نعرف بالمنتوج نتاعنا والطاقة الإنتاجية في تونس كمنتوج بيولوجي لدى السياح. معناتها كي جاوا ذوقوا المنتوجات البيولوجية وزادوا الضيعة هكا حسيناهم تفرهدوا، وهذيك في بالهم تقعد في بالهم شنو الغاية باش يعاود يرجع لتونس. ويوب مفتوح للناس الكل، نشمل الناس الكل، احنا مستهلكين. فما تنظيم داكود وفما زيارات منظمة للأطفال المدارس هذيك بمراسلات وتأكيد المشاركة، وبين مفتوحة اللي يقدر ماذا به يتعرف يجي مرحبا به. فما إقبال ولكن بنسق بطيء. واحنا كل عام فما البادرة هذه أسبوع بيولوجي، ما فماش كان أسبوع بيولوجي، فما تظاهرات معارض دولية ولا وطنية. يقول زاد تحسيس الباعثين الشبان، التوجه هو تثمين منتوج بيولوجي تونسي ذات جودة عالية وعنده معناتها منتوج محلي برودوي دو تيروار، وتحويل وزيدوا علامه المنتوجات البيولوجيه تولي عنده قيمه مضافه.
ونجم حتى أسواق خارجية صدرها في تونس. فما نسق بدأ يطور هو نقاط بيع المختصة، قاعد نحسه فما نسق بدأ يتحرك في تونس. إن شاء الله تكون الفلاحة البيولوجية عندها مستقبل واعد في تونس، والعمل له تحسيس متواصل من سنة إلى أخرى، ما يقفش كان سنة كل عام.